الآن تمزق الغضروف الهلالي. قبل ما نحكي عن تمزق الغضروف، يعني ضروري نعرف شو هو الغضروف الهلالي، شو أهميته، شو دوره الوظيفي. الآن الغضروف الهلالي هو عبارة عن نسيج غضروفي ليفي، يعني بيختلف عن الغضروف الزجاجي اللي بيغطي السطح المفصلي. الآن إذا بتلاحظوا هون هو اللي باللون الأخضر، هو عبارة عن يعني هلالي الشكل، في المقطع العرضي بيكون مثلث الشكل. الآن هو بزود مساحة الاتصال هون ما بين سطحين المفصل، بزود مساحة الاتصال، بالتالي بيقلل الضغط على وحدة المساحة. يعني إذا كان الغضروف موجود بتوزع الإجهاد على السطح المفصلي بشكل أقرب إلى التساوي، إذا كان الغضروف مش موجود بتركز الجهد على السطح المفصلي في منطقة محددة، وهذا الحكي بزود الإجهاد كثير، واللي بدوره قد يؤدي يعني إلى احتكاك مفصلي في المستقبل. الآن الغضروف الهلالي في عنا الأنسي الداخلي والوحشي الخارجي، له دور آخر غير يعني توزيع الجهد على السطح المفصلي، اللي هو دور ثانوي في الثباتية. نعرف أن الثباتية هي مسؤولية الأربطة، لكن أحياناً لما يكون في إصابة في الرباط المتصالب الأمامي هو بيأخذ جزء من الثباتية بسبب شكله. إذا بتلاحظوا هون هو شكله ماخذ شكل العظم، فبالتالي بيمنع الإزاحة للخلف أو للداخل، للخلف أو للأمام بنسبة معينة. الآن أيضاً له وهذا حقيقة شيء مهم جدا يعني عند اللاعبين والرياضيين. الآن عشان نعرف لاحقا كيف بنعالج الغضروف الهلالي، لازم نعرف صفات تشريحية، واللي بهمنا فيها حقيقة التروية. يعني لما يكون في دم واصل للغضروف، إذا هو في عنده قدرة على الشفاء، ما في دم ما في قدرة على الشفاء. ولهذا الغضروف الهلالي بنقسمه وهميا يعني إلى ثلاث مجالات. المجال الأحمر بنسميه اللي هو فيه دم، اللي هو الجزء الخارجي، الثلث الخارجي، وأحياناً بيكون أقل من الثلث. والمجال الأبيض اللي هو خالي من الدم تماماً، اللي هو الجزء الداخلي، وبيناتهم اللي هم نسميه وايت ريد زون، الأبيض الأحمر يعني ما بينهم. الآن هذا الحكي لما بنعرفه تماماً إحنا كجراحين، وحتى المصاب في إصابة تمزق الغضروف بيعرف متى بنلجأ لخياطة الغضروف ومتى بنحكي إنه لازم نشيله. هذا الحكي مهم. الآن أنواع التمزق حقيقة هي مختلفة. يعني هون بيكون في الطرف الخارجي بيكون عمودي، بنفس الوقت في عنا عرضي، في عنا اللي هو تمزق البوكت هاند، الحقيبة أو يد الحقيبة، لأنه الجزء المنفصل من الغضروف ممكن ينفصل ويكون زي شكل يد الحقيبة. في عنا أيضا تمزقات اللي بتنتج إشي بنسميه فلاب، يعني جزء من الغضروف بينفصل من مكانه زي هون أو هون. وأيضاً في عنا التمزق القطري والتمزق العرضي. الآن تمزق الغضروف عادةً بيحدث بإصابة، هاي الإصابة قد تكون ليست قوية، يعني ممكن حركة دورانية مفاجئة تصير تمزق الغضروف. الآن أحياناً دون إصابة، كثير من المرضى اللي بنعالجهم بالعيادة عنده تمزق في الغضروف بس ما عنده إصابة، لكن لما نيجي ندخل بالتفاصيل شو عملت بنلاقي إنه مثلاً كان جالس في وضع القرفصاء، يعني مقرمز لفترة طويلة، أو واحد بيعمل repeated squatting يعني قرمز متكرر كتمرين. هذا الحكي بوحده قد يكون كافي لإحداث تمزق في الغضروف. الآن الأعراض عادة بيشكي اللي عنده تمزق من الغضروف من الألم، بيرجع. الآن في أعراض بنسميها أعراض ميكانيكية. شو يعني أعراض ميكانيكية؟ يعني الجزء اللي انفصل من الغضروف ممكن إنه ينحشر بين سطحين المفصل ويمنع إنه نفتح إنه الركبة تمد. فالمريض بيوصف بيحكي إنه ركبتي علقت أو سكرت بطلت تمد. هذا هو المقصود بالأعراض الميكانيكية.
الآن بعض المرضى اللي عندهم أو الأشخاص اللي عندهم تمزق في الغضروف بيعاني من محدودية الحركة، ما بيقدر يمد المفصل بشكل كامل أو يثني بشكل كامل، وهذا أيضا قد يكون بسبب الأعراض الميكانيكية كجزء منها أو بسبب الألم، لأنه معروف عندنا أنه لما يكون في تمزق في الغضروف بيزيد الألم عند نهايات الحركة سواء المد الكامل أو الثني الكامل. الآن بتشخيصنا لتمزق الغضروف حقيقة إحنا بنعتمد دائما في عنا عادة هذول المرضى اللي بيكون عندهم تمزق في الغضروف بيكون عنده ألم على الخط المفصلي في نفس منطقة الغضروف. الآن في بعض الفحوصات اللي احنا بنجريها تيست، يعني بحيث انه بيشعر المريض بالألم واحنا بنعملها، وبتكون هذا مؤشر انه في تمزق في الغضروف. الآن التشخيص، تأكيد التشخيص لتمزق الغضروف هو بيكون بإجراء صورة الرنين. صورة الأشعة عادة لا تظهر تمزق الغضروف، تظهر إذا في احتكاك، لكن إذا في تمزق في الغضروف ما بيظهر. الآن التشخيص النهائي هو بإجراء صورة الرنين، وصورة الرنين ليس فقط تظهر التمزق وإنما تظهر طبيعة التمزق. يعني الآن هل هو طرفي، هل هو عمودي، هل هو مائل، هل هو طرفي للخارج، وبالتالي تساعدنا في اتخاذ قرار شو العلاج الأمثل، إصلاح ولا إزالة الغضروف. فإذا صورة الرنين نعتمد عليها اللي هو وجود الأعراض، عمر المريض، مستوى نشاطه، هذه كلها الفترة الزمنية لتمزق الغضروف، هذه كلها عوامل يعني لها أثر كبير في قرارنا للعلاج. الآن بنقسم بشكل عام علاج تمزق الغضروف إلى نوعين. العلاج التحفظي، لما نحكي دائما تحفظي يعني دون جراحة، اللي هو بيشمل الأدوية والعلاج الطبيعي وإلى آخره، والعلاج الجراحي. والعلاج الجراحي يا إما إصلاح خياطة الغضروف أو إزالة، والآن راح نحكي متى بنختار كل طريقة. الآن العلاج التحفظي هو نصائح نعطيها للمريض، طبعاً إنه يتجنب الإجهاد في بعض الحركات اللي بتجهد الغضروف، أي حركة بتسبب له ألم يحاول يتجنبها، أدوية مسكنة للآلام، وأيضاً اللي احنا دائما بنفضل نعملها. ليش؟ عشان نحافظ على الغضروف، نحافظ على الركبة في المستقبل. الان سابقا كانوا يعملوا الجراحة المفتوحة، ما بعرف الى حد الان ظل بيعمل open surgery يعني بيفتح المفصل. احنا كل جراحاتنا الان بالمنظار، وفي عنا حقيقة تقنيات مختلفة في التقنية الجراحية، يعني نخيطه من الداخل للخارج، من الخارج للداخل، من كلياته من الداخل. الآن هون مثال، مثلاً لما نحكي من الخارج للداخل، يعني إحنا ندخل الإبرة من برا المفصل تدخل بتخترق الغضروف، زي هاي الحلقات الصغيرة طالع منها خيط، والخيط معقود أوردي، مجرد إنه سحبناه راح يضم الغضروف، تمزق في الغضروف تسمح إنه نخيط. الآن هاي عملية حقيقة أجريتها لشاب كان عنده أيضاً في نفس الوقت تحرك. بالمناسبة هذا الشخص ما كان واضح بصورة الرنين انه كان عنده تمزق في الغضروف، ولهذا لا شك انه المنظار هو وسيله تشخيصيه وفي عنده تمزق الا لما حركناه، ولهذا هذا جزء ضروري للجراح اللي بده يعمل هاي العمليه. الان اذا شفتوا هون التقنيه دخلنا خيط، هذيك كانت ان اوت، وهون في عندنا التقنيه اللي دخلنا الحلقات وطالع دائما نعمله مع بعض، اللي هو بيزود نسبة نجاح خياطة الغضروف. الرباط
بنعمل تثقيب للعظم. شو يعني؟ هو كيف صار انه زراعه الغضروف ادت الى زياده نجاحها؟ زراعه الغضروف الخلايا الجذعيه تدخل المفصل واللي لها الاثر في التحام او سرعه التحام الغضروف. الان في الحالات مشان هيك في توصيات في العالم انه هي اقل بالنسبه للحالات اللي بيكون موجود عدم الثبات. بمعنى اخر مريض عنده قطع في الرباط والرباط المتصالب غالبا راح تفشل. هاي مسألة مهمة حقيقة في اتخاذ القرار، ونسبة فشل أكبر بالنسبة لغياب الحضور. الآن عادة بعد التأهيل طبعا في استخدام عكازات تقريبا لمدة 4 إلى 6 أسابيع في جهاز إسنان. عشان هيك في التأني بتاخذ 15 دقيقة، وفي عنده هنا عرض لحالة، هنا عرض لحالة تمزق في الغضروف الوحشي لابد من إزالته. طبعا في إزالة الغضروف في عنا عدة خاصة، أو إزالة البرادات الصغيرة اللي كانت في المفصل، وبنعم بنفس الوقت ما تبقى من الغضروف. الآن هون تأهيل سريع، هذا اليوم المريض في اليوم الرابع بعد العملية بثني بالكامل وبيمشي أيضا دون استخدام العكاز وما في تورم مفصلي. الآن هون حالة مرضية لتمزق الغضروف في الهلال الأنسي الداخلي، وهذا المريض كان كبير في العلاقة وهلا بتحرك هذا الجزء من الغضروف المفصلي. الآن بيشيل هذا الجزء المتمزق وبعدين بنعم على شدول انسيابي. هذا المريض عانى كثير قبل العملية بحيث أنه كان عامل كوي، هلا بتشوفوا علامات الكوي على الركبة. الآن هذا في اليوم الخامس بعد العملية لسه قبل إزالة الغرز، إحنا عاد بنشيلهم على أسبوعين، وإذا بتلاحظوا هون كوي، والكوي بطريقة غريبة شوي، طول يبدو إنه سيخ. المعاناة كانت غير مبررة، يعني أشهر من المعاناة وكوي، والإجراء الجراحي فقط يعني عبارة عن دقائق والتأهيل والشفاء منه سريع. إذا كان نعمل عملية إزالة الغضروف، إنه إذا استمر الألم بعد العملية بدك عملية تقويم للعظم اللي راح نحكي عنها لاحقا، وهي جزء مهم حقيقة من المحاضرة وفي نشر الوعي لعمليات تقويم العظام. الآن أيضا احتمالية حدوث احتكاك مفصلي مبكر، وهذا بيعتمد على حجم التمزق. ولهذا إذا كان التمزق طرفي للخارج معناته إحنا إذا بدنا نشيل راح نشيل أغلب الغضروف، ولهذا لا، هاي الحالات بدنا نعمل إصلاح حتى لو كانت نسبة النجاح من 70 إلى 90%، حتى لو كان التأهيل طويل وصعب، حتى لو في عكازات، حتى لو في عودة لاحقة للعب بعد 4 إلى 6 شهور، ما في مشكلة بتحمل المريض، لكن في سبيل إنه نحافظ على الغضروف اللي يعني نحافظ على المفصل. أوكي. الآن هون التنبيه إنه خطأ قد يقع في اللاعبين. الخطأ إنه إجراء عملية إزالة الغضروف بهدف التأهيل السريع لأنه هو بلحق موسم لكن بيخسر مواسم في المستقبل، لأنه له الأثر الكبير على حتى مستقبله يعني الرياضي والاحترافي. أوكي. الآن نرجع نأكد أنه طبيعة الإجراء هو بيعتمد على طبيعة التمزق، والهدف من العلاج هو الشفاء وليس فقط العودة المبكرة للعب. الآن بالنسبة لبرنامج التأهيل في إصابات الغضروف بعد عمليات إزالة الغضروف تمزق الغضروف، طبعا بشرفنا أخونا أبو زيد الحباشني، عفوا تفضل.